السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون كيما شفتوا في العنوان جبت لكم فيديو يعني موضوع قنبله من العيار الثقيل. على بالكم مش القنبله هذه 300 مليون دولار، 300 مليون دولار قضى عليها صادي باش تديها المغرب. دوك تشوفوا الحصه هذه، تبعوها معايا مليح يا خوتي. الحصص التلفزيونيه كلهم من الجمعيه العامه اللي داروها البارح، هذه الاسومبلي جينيرال، هذه صادي بعت رسالة لقاع الصحافة وبعت رسالة لقاع الناس، وهادو هما الناس دوك راهم فاقوا خرجوا كاع يطاكيو في صادي، وهذه حاجة مليحة رغم أنهم كانوا يحوسوا على المصالح تاعهم، بصح هذه حاجة مليحة لأن قلنا لكم عاونونا، قلنا لكم جميع واحد عنده حقائق فتحوا لهم البلاطوات، بقى غير الهدا، ففتحوا لهم البلاطوات، افتحوا لهم البلاطوات لأن راهي خيانة عظمى، خيانة عظمى داخل الجزائر في الرياضة، في رياضة كرة القدم. ما نطولش عليكم الفيديو، اسمع موضوع من أروع ما يكون. نسمع. هذه نعم الجانب التقني زاهر تلول، أنت كنت محسوب على الوحدة السابقة كمدير تقني وفقتها طبعا سيد مصطفى بسكري، يعني ثلاث مدراء تقنيين مروا في ثلاث عهدات على رأس المديرية الفنية في ظل مرور ثلاث رؤساء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. الجانب التقني لم يتم الحديث عنه كثيرا طبعا في هذه الجمعية العامة وما تعلق بدور المديرية الفنية الحالية، ولماذا تم الاستغناء عنكم وعن المديرية التقنية والفنية السابقة رغم أنكم لم تعمروا كثيرا عند ربما 7 أشهر أو سنة؟ والله نتأسف على هذا دوك راكو قاعد تأسفوا، أنا الله أعلم ما رانيش شافي مليح، بصح نشفى له كان قبل ما يجي صادي، كي كانت الحملة هذيك تاع صادي هضر مليح على صادي، راك شايف من بعد دار عليكم كاع صادي، دار عليكم، جا قلنا لكم انتم ما خليتوش الله، قلنا لكم باللي هذا راهو جاي ينتقم وراهو جاي يخدم لي ناس، راك فاهم ولا لا؟ دوكا كاع فقتو، روطار فقتو حتى شدها، اسمع. لان احنا كان عندنا برنامج، كان عندنا برنامج اللي كما يقول لك وفي، كان كما يقول لك نقاش مفتوحه فيه كيف اشياء كبيره جدا خاصه من ناحيه الديفلوبمون لا فورماسيون سيرتو لو فوتبول فيمينا لو فوتبول سكولير، كانت اشياء كثيره. عندنا مصطفى بسكري حط البرنامج تاعو خاصه رغم ان المشروع نذكر انه وقعت عليه الفيفا، هذاك شطبت عليه بارك الله فيك، ولكن في اخر المطاف هذا المشروع لم يتم. وافقت عليه الفيفا وكطرحت علينا فيه 300 مليون دولار، 300 مليون دولار راح تديها المغرب، راك فاهم؟ كلش من الجزائر اللي كان وافقوا عليه الفيفا ووافقوا عليه التنظيمات وكذا كاع راهم يروحوا للمغرب، اسمع وتمتع اخي المواطن. تطبيقه حبينا نعرفوا لي فرصه سي زهير جلول، بكل صراحه اسباب الاستغناء عنكم، هل لانكم تابعين لتكتل اللي هو تكتل جهيد فيزف؟ هذه للاسف هذه من ضمن القوى الجزائريه، مع من تمشي هذاك هو صاحبك، ام كانت تصفيه حسابات من طرف الاتحاديه الحاليه بعد الاستغناء عنكم؟ هي فرصه. والله يا شوف سي كمال، طرحت واحد السؤال في عده بوان دانتيروغاسيون. انا ما نظنش اليوم نقدر نحطوا المستوى لهذه الدرجه باش نقولوا هذا تابع فلان او فلان، لان اليوم انا والي صادي خدمت معاه في وفاق سطيف وخدينا. شفتوا بلادنا كيفاش؟ هذا تابع لهذا، هذا تابع لهذا، وحنا الناس راهم يحاربوا فينا برا، القجع راهو داير فينا التير برا، وحنا نتايا تابع لهذا، نحي لي كومبلو، نحوا علينا لي كومبلو، نحوا علينا هاد المهازل، جايين تصفوا حسابات بيناتكم، هذا يحارب في هذا، وباش تحاربوا كلكم تحطوا اليد في اليد وتروحوا تحاربوا البرانين، نو، اسمع وتمتع. كاس العرب والشامبيونات خدمت معاه، تأهلنا كاس افريقيا وكاس العالم في 2010 خدمت معاه. يقول لك خدمت مع صادي وخدمت مع راهو، اسمع مليح. وخدينا كاس العرب والشامبيونات خدمت معاه، تأهلنا كاس افريقيا وكاس العالم في 2010 خدمت مع راهو، خدمت مع حميد الداج الله يشافيه ان شاء الله، واليوم خدمت مع زفيزف. نظن احنا محترفين، احنا ما عندناش العقليه هذه تاع تكتلات او ما غير تكتلات، احنا عندنا برنامج، وهذا البرنامج صادق عليه كما قلت لك لافيفا وخاصه ارسن فينغان اللي كان فريمون كان معجب. نعم معجب، معجب كثيرا، لان كان عندنا عده ورشات وين حطينا البرنامج تاعنا، وهذا البرنامج كانت عنده مصادقه خاصه على لي سون دو فورماسيون اللي كنا نحطوهم، خاصه الديفلوبمون تاع هاد لي سونتر 14 سونتر دو فورماسيون في الجزائر. حتى الفيفا والله كانت قادره تمد لنا جوسكا 300 مليون دولار،
باش تكون عارف الناس اللي ما تعرفهاش. وعدنا الوثائق وعدنا حتى كما يقول لك المراسلات تاع لا فيفا. اليوم ان دي تي ان اللي دخل لك 300 مليون دولار باش تحط لي سون دو فورماسيون تاعك. وزد كانت عندنا حتى مصادقه باش ندخلوا دي مليون دو دولار حوالي 7 مليون دو دولار بور لو فوتبول فيمينا بور لو ديفلوبمون دو فوتبول فيمينا. وهاد كل هاد المراسلات اللي عندنا موجوده وراهي في الارشيف وراهي في الاتحاديه. اليوم عندنا اليوم كما نقول لك تحبس هذا البرنامج وتخلي كما يقول لك حتى اليوم نشوف الفوتبول في ميناء كيفاش راه الفوتبول ستادير لو ديفلوبمون او نيفو دي جون. انا نظن لك قال لك جيت فوتبول نطور الفوتبول في ميناء نطور الفوتبول تاع الشبان كاع 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 راهم في التهلوكه. اسمع هذه كما يقول لك اشياء لازم نعطولها وقت باش نراجعوا حسابات لما صدرت. على اول عطوه انا نخليك تكلم سي بجودان حب النقاش النقاش مفتوح. الفيفا لما سقط راح تمد هذا الاموال رغم ذهبكم ولا يتوقف؟ لا باسكو حنايا كان عندنا مشروع المشروع لم يتم مشروع شوف كانوا حوالي 10 دول دي دي تي ان صح ومنهم الجيران تاعنا اللي كانوا معجبين كثيرا كثيرا وحتى طلبوا منا باش هما يخدموا معنا. الجيران تاعنا راك فاهم هنا ما احنا كي يقولوا الجيران تاعنا يعني نورمالمون كان يقول تونس هنا يقصد المغرب. قال لك يعني عجبهم المشروع تاعنا حبوا يدخلوا فيه لاتير تاعنا راهم نحاوها جابوا صادين نحاوها دوك تديها كاع الجيران تاعنا يدوا المشروع كامل راك 300 مليون دولار على بالك شمعت 300 مليون دولار. اسمع وتمتع شو هذا اليوتيوبر وين شافوا سي مسودان شافوا عندي يوتيوبر 3 جور قبل الفاف حتى طلبوا منا باش هما يخدموا معنا يدخلوا معنا في الجزائر ويحكموا حتى هما يدخلوا في البرنامج اللي يعني توقف هذا التمويل لان اليوم الاتحاديه قالت لك انا ما نستعرفش سبب استغناء عنكم اكيد لما تجي تستغني معكم نحبس معك الكونترا نقول لك الاسباب واش قالت لكم هذه الاتحاديه كل صراحه فان فونكسيون ما كاش نهايه المهام ما تلاقيتو ما تستفدتو ما تلاقيتو المسؤول يعني ناس دايرين مشروع راح يدخل 300 مليون للجزائر جا صادين حاهم قال لهم نهايه المهام خلاص القضيه تاعكم راك فاهم فاهم يعني ناس اللي راح تجيب مشروع يجي واحد يكسر الناس يعني ارواح انت وبن الجزائر راك فاهم. طلبنا مع المسؤولين باساسيون دو كونسيين تكلمنا مع اعضاء الفيدراليات تكلمنا مع نائب الاتحاد اللي وطلبنا باش نشوفوا رئيس الاتحاد باش يوضح لنا الامور كيفاش وعلاش هذا كما يقول لك الاقاله ولا كما يقول لك وقال لهم جيت نلم الشمل قالهم كامل بالناس اللي يحب تدخل 300 مليون للجزائر قالهم راك فاهم صغيره تدب عليهم كاع والبارح في اسمه هذيك لاسومبلي جينيرال قال لهم هام ليك الجماعه تاعي راك فاهم دار عليهم كاع مالغري يعني انتوما كل واحد كان يحوس على المصلحه تاعو كنتوا تدافعوا عليه ودوكا من المهم مليح افضحوا برك هذا ما كان. احنا الحمد لله اليوم احنا خدمنا الجزائر ونقعد دائما نخدم الجزائر والامور هذه شوف نزيد برك نوضح واحد الشيء اللي تكلموا عليه زملاء هو عندنا اليوم الجزائر تحتضن لاكان تاع ايديسات وتحتضن الشان وتحتضن كاس العرب وتحتضن لي جو باناراب هذا اللي من مفخره للجزائر وشكون اللي حيستفاد منها لي جو ميديتيرانيا وشكون اللي حيستفاد منها صح تستفاد منها الشبان الجزائريين زيد كذلك هذا الكان والشان والاخر شكون اللي حيصرف عليها ماشي الفيدراليه سي الشيء معليش نوصلوا في الحديث على الجانب التقني رفقتك والجانب التسييري والجانب القانوني لكن السؤال نطرحه على اعضاء الجمعيه العامه تعرفوا غرت المصادقه بنعم تخرجوا منها تعطوا المصادر تاعكم لبعض البلاطوهات لبعض الصحفيين ما كاش وديفيسيت والدراهم والديون وهضرنا على التحكيم وهضرنا على الكولاسه وهضرنا على البرم قلنا لكم ما حبيتوش تاخذوا الراي دوكا راكو تقستوا احنا كنا ندافعوا على البلاد ما كناش ندافعوا على حتى واحد انا كي قلت جيبوا جينيرال ولا كاش كوموند ولا يحكم الاتحاديه ما كنتش غلط على بالي شرع من الدوله دايرك لان كاين خيانه. اسمع جا وهضرنا بصح في حقيقه الواقع لما تكون وجها لوجه مع المسؤول الاول فاف يعني كاع تردوا يديكم وتصدقوا على التقنين المالي والادبي دون دون شوشره ودون اي شيء. لا اسمح لي شكون تقول لا سؤال واحد انا حبيت نعرف البرنامج اللي صدقونا عليه
وكانوا قادرين كانوا تكلمنا مع المسؤول الاول تاع لا فيفا المسؤول على الديفلوبمون قال لك نقدر نعطوكم جوسكا 300 مليون دو دولار. راك تسمع نحاها صادي دوك داتها المغرب احسبها اون دينار شحال يا حسره هذا هو اني شوف شوف هذا هو هذه هي لا بروبليماتيك اللي احنا ما تروح انت انت سميتها باللي هذا تبع لي فلان ولا هذا المرض لا 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 هذا المرض احنا نسميتها ثنائيا مقيته ثنائيا القاتله ثنائيا اللي قتلت الفوتبول هذا راهم تما هذا جماعه الزيتي هذا جماعه الزفزاف وهذا جماعه روروا احنا بغينا انه كي تجي تطاكي الزيتي واسمو تجي تطاكي تاعهم واسمو هذا يا ولد صديق يقول لك انت الزتشاوي وانا الزتشي من انا الزتشي زفزاف كاع انتقدتهم يقول لك يخلصوا فيك يخلصني عن بالك جيعان كيما انت يا المقمل يا المقمل لو شافني الشنوا كيفاش عايش انا قلت لهم نحوهم كاع ما تهدرش هاد الهضره انا نحيهم كاع جيبوا جنرال مسحق لا زاتشي لا واسمو الكومبلو هذا كاع ما نسحقوش انا يا اخي مقمل يا اخي ان ديباسمون مقملين اقسم بالله الا مقملين 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 يا خاوتي طيدك ان شاء الله ترفدكم بالدوله ان شاء الله برك ترفدكم الانسان اللي يجي الانسان اللي يجي انا بكل صراحه عجبني الحال نهار البرومي في البرومي ديسكور تاعو تاع ولي صادق قال انا يدي مفتوح يدي مفتوح للجميع اي جو سوي ايسي اون طونك راسومبلور انا جيت اللي لم يشم طري بيان سي ان جون قلنا سي بون اي ني با اتان دو فيروس تاع هذاك المرض تاع بن مش فاذا به اليوم لاحظ انه الناس جاو ان انتوراج من هنا ناحي فلا قيدها لكم بلعتكم انا ولم الشمل وكذا وكاع رحتوا معاهم بعد بكا وقال لكم لا كاين لا شمل لا والو عطى لكم الحس كاع رفيق واحد يعطي له المعلومات باعتراف رفيق واحد قال لك الامين العام خويا وهو اللي عيط لي وعطاني ويعطوا زيت سمع ليه منه ونحي فلان ونحي فلان انا كنت معجب بكل صراحه انه اليوم اللي تقدموا الاعمال كنت متبعوا فيه مؤمر جماعه لا ديتيان معليش انت هذو الناس راحوا كومو مي يفو دو نو كونتينيو سي لو بون ترافاي الحاجه المليحه قرديها والحاجه اللي مش مليحه تنزلها مي احنا بقينا نكسروا في بعضنا البعض وهذا نقول لك برك هذا الشيء يخلينا نبقى دائما وابدا ضعاف فيزافي دو سوسيو واش شافو سي مسودان شافو عند يوتيوبر 3 جور قبل الفاف هو يكسبليكي فيه في اليوتيوب ها يكسبليكي فيه للجمهور حنا سمعناه وشفناه يكسبليكي فيه ولا اعضاء الجمعيه ما كانش عندهم يوتيوبر كما قالكم يوتيوبر تطلعوا مع في لايف وتطلعوا المصدر ويجي معاك ليكيب ناسيونال وفي لو ميم اوتيل وزيد البينو يكون عنده 3 جور 4 جور هزلت هذه المهنة هزلت ساتحدث اليوم وغدا وبدغت ومن يملك درة بأننا من المتسببين بالفساد فمرحبا به فليكشف ذلك لأنه خلاص الأمور تسيبت رشيد رجراج اليوم كي تسمع كيقول بان يوتيوبر في ان بيلو عنده تواجد قبل لاسومبلي وعنده كريديتاسيون تاع الجورناليست وعنده المصدر انا اقول هزيلت انا باذن الرحمن ربما شهر شهرين ربما اقل تقدير سنه ساعتزل هذه المهنه بحول الله ساعتزل اش تعتزل انتوما واسمو هذاك اللي كان مجموعه جمال بالماضي ديكا شو اللي تهجموا على اللوتيل كان في المؤتمر الصحفي تاع بيتكوفيتش وعطى لبيتكوفيتش مصحف هذه ما هضرتوش عليها هذه ما شفتوهاش واحد فيكم ما هضر عليها حتى طرطق الدقه باند باللي سي نورمال الاتحاديه هذه كانت تخدم ناس باش تخلصهم حصلوا فينا احنا راك فاهم ودوكا الاتحاديه تعطي لهم سي نورمال تعطي لهم يا بلادي سلام